بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه. أعظم خسارة ألا تستيقظ لصلاة الصبح. فما هي هذه الخسارة التي تتعرض لها؟ أولا، المسلم الذي لا يستيقظ لصلاة الصبح خسر شهادة البراءة من النفاق. قال صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء. والحديث رواه البخاري ومسلم. كذلك خسر المسلم السبب الأعظم لدخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. والحديث رواه البخاري ومسلم. والمقصود بالبردين الفجر والعصر. كذلك خسر المسلم أحد أسباب النجاة من النار. قال صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. يعني صلى ماذا؟ صلى الفجر وصلى العصر. والحديث رواه مسلم. خسر عناية الله وحفظه. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله. والحديث رواه مسلم. خسر أجر قيام الليل، لو صلى الصبح في جماعة كتب له نصف قيام الليل، لو صلى صلاة العشاء جماعة وصلى صلاة الصبح جماعة كتب له قيام ليلة، ولو صلى صلاة العشاء وحدها نصف ليلة، ولو صلى صلاة الصبح كتب له نصف ليلة. كذلك خسر لقاء الملائكة وسقط اسمه من سجلاتهم. قال صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. يعني لا تسجل. خسارة عظيمة أيها الأحبة. فاحرص أخي رعاك الله على صلاة الصبح. وفقنا الله وإياك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.